رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة فيديو مهم جدا لبنات الجامعة، زي ما احنا شايفين من العنوان، وهو أساسيات أو مكياج الجامعة، وخصوصا البنات اللي لسه دي أول سنة ليهم، فبيبقوا محتارين نحط ايه ميك اب يبقى لوك نهاري وشكلي فيه ناتشرال ومش ملفت، وحاجة تناسب المكان اللي أنا فيه وكمان تناسب الوقت، يعني يناسب الجامعة ويناسب الصبح. فالفيديو ده هوضح لكم بالظبط ايه الاساسيات اللي لازم تبقى معاكي حتى كمان في شنطتك وانتي هناك، فتابعوا معايا لاخر الفيديو. قبل ما ابدا يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديدة انا بنزلها. خلونا بقى نبدا واقول لكم ايه اساسيات الميك اب اللي هتستخدميه وانتي نازلة للجامعه الصبح، لللوك النهاري اللي هتعمليه وانتي رايحه. اول حاجه وهي اهم حاجه بتهيألي يعني البنات كتيره جدا حتى اللي مش بيحبوا الميك اب، وهي السان بلوك. طبعا استخدمي النوع اللي انتي بترتاحي معاه واللي انتي بتفضليه واللي بيناسب بشرتك، سواء كان بشره دهنيه او بشره جافه. اهم حاجه يكون مكتوب عليه 50 بلس، يعني حماية فوق الـ50، الاس بي اف بتاعه يعني. كمان لازم يكون مكتوب عليه يو في اي ويو في بي، دول اهم حاجتين تبصي عليهم في اي سان بلوك وانت بتختاريه حتى لسه ولو لاول مرة، بلس انك بتختاري النوع اللي بيكون مناسب لبشرتك سواء كريمي او جل او اي نوع انت بترتاحي له. تاني حاجة لو انتي حابة تعملي كوركت لبشرتك سواء هي فيها احمرار او حبوب، وفي نفس الوقت ما تكونش حاجة تقيلة على بشرتك، هو البيبي كريم. طبعا ملمسه اخف من الفاونديشن، لان بحس ان الفاونديشن بيعمل كده طبقة عازلة، حتى لو الفاونديشن ديلي يعني السمك بتاعه خفيف تقدري تحطيه كل يوم، انا ما بفضلوش، لكن بفضل ان يكون فيه بيبي كريم لانه بيبقى فيه مرطب واس بي اف كمان، كمان بيعمل كوركت للبشره سواء فيها احمرار بيداريها، حبوب حمراء برضو بيخفيها، او في بقع سمراء برضو بيعالج، يعني بيعالج ده من ناحيه المظهر. فبيتهيالي البيبي كريم مناسب جدا لنزولك الجامعه بالصبح. لو انتي من البنات اللي مش حابه تحطي حتى بيبي كريم او اللوك او المظهر بتاع ان يعني يكون في حاجة كريمي على وشك، تقدري تحطي اي برايمر، وانا انصح ببرايمر اماندا الاخضر لو انتي بشرتك غامقة او فيها اسمرار كتير، احمرار سوري اسفة، لو انتي بشرتك فيها اسمرار كتير تستخدمي البينك منه. اماندا انا كنت نزلت بيه بوست على الانستجرام قبل كده ان هو البديل الارخص لبرايمر انجريد. انا بستخدم برايتنج برايمر الاخضر، عايزه اقول لكم بيعمل يعني تنوير الوش كانك بالظبط حاطه كريم مرطب، بس بيفتح البشره تفتيح وقتي، بيدي بيعمل تفتيح وقتي، هو حتى مكتوب عليه برايتنج برايمر ميستو، وانا كنت عامله عنه بوست مفصل على الانستجرام وعلى الجروب على الفيسبوك، روحوا شوفوه. ان ما فيهوش سيليكون وفي اس بي اف، فتقدري تستخدمي ديلي كل يوم. كمان هنكون محتاجين ان احنا برضو نهتم بالشفايف وترطيب الشفايف، ونحط عليها اي بالم بس يكون في اس بي اف، في بالم اس بي اف 10 15 30، كل ما كان الاس بي اف عالي كل ما كان هيحميلك شفايفك من اشعة الشمس وما يضرهاش. كمان هنحتاج طبعا في الحر دوت وخصوصا فترة النهار انت تستخدمي اي مزيل عرق. انا بفضل الخامات تكون طبيعية، انا قبل كده عملت برضو ريفيو عن خام وهو كان اللي انا بستخدمه بريحة المسك، كل مكوناته زيوت طبيعية، زبدة الشيا، زيت جوز الهند، زيت اللوز، حاجات كلها طبيعية. تقدري تستبدليها بأي معطر او بأي مزيل عرق انت بتفضليه، بس انا بفضل الحاجة طالما هنستخدمها يومية تكون ما بتضرش البشرة. كمان هتحتاجي ان انت
انتي تجددي ريحتك تكون كويسة معظم الوقت، فلازم يكون معاكي سبلاش في الحر ده. مش بفضل العطور الصبح خصوصا في الجامعة الا اذا كان عطر فلوري او خفيف جدا والثبات بتاعه خفيف، اوكي هيبقى كويس جدا. لكن العطور التقيلة ما بفضلهاش. واللي بفضله اكتر وبيدي انتعاش وحلو جدا اي سبلاش او بادي ماست عندك، ويا ريت تحطي حاجة معاكي تكون يعني ترافل سايز، حجم صغير عشان ما تكونش حملة تقيلة عليكي. كمان بقى بالنسبة للميك اب، هنحتاج مثلا للشفايف لو هتحطري تحطي يعني من الناس اللي بتحب تحط الوان في شفايفها، فياريت نختار الالوان النود، البينكات الفاتحة تمام، الورديات يعني، او الالوان النود اللي هي على بيجات. مش عارفة اللون واضح ولا لا. دي تدي لوك ناتشرال ويناسبك جدا فترة النهار. نفس الشيء هنختاره بالنسبة للبلاشر، نختار الوان كلها تكون وردية يا ريت، او بيجات فاتحة جدا لو انتي من مفضلات الالوان النود على بيجات. لكن انا بفضل لو ده بيدي لوك هادي جدا جدا جدا. وطبعا ان احنا ما بنحطش لاير كتير من البلاشر، يعني بنحطش طبقات، هو بس حاجة جاست بس احنا بنظبط وشنا او بندي نضارة للوش مش اكتر. كمان نيجي للحواجب، هنستخدم بس باودر نملى بيها الفراغات بتاعة الحاجب. لو انتي ما عندكيش فراغات ومش محتاجة الباودر، هتستخدمي مسكرة حواجب. المسكرة يا دوبك بس بتسرح لك الشعر بتاع الحاجب وبترتبه وبتخليه شكله افضل. لكن لو انتي حواجبك مفرغة، بس املي بس الفراغات لكن ما ترسميهاش، هتدي لوك ناتشرال خالص كأنك مش حطاها. بالنسبة بقى اهم شيء لبنات كتيرة وهو الهالات السوداء، الكونسيلر. انا بفضل ان انت لو انت عندك هالات غامقه او ارهاق جامد تحت العين، الافضل ليكي ان انت تستخدمي كاموفلاج. في كاموفلاج بتاع كاتريس او كاترايس، اللون اليالو بتاعه حتى مكتوب عليه انتي شادو تمام، انتي شادو. ده يعني اي بقعة بني ممكن تقدري تحطيها عليه، او هالات تحت العين او غمقان تقدري تحطيها عليها، بيدي انارة ولوك طبيعي جدا وما بتحسيش كأنك حاطة حاجة تحت العين. جميل جدا وبيفضل معاكي فترة. كمان العين نحط ماسكرة، يا ريت ما تبقاش حاجات مكثفة، يعني لو حاجة تكون الفرشة بتاعتها يا دوبك بس بتسرح الرموش، بتسرح الرموش وبتفرقها عن بعض وبتحددهم بس، لكن ما بتعملش كثافة. انا بفضل ده عن انك تحطي ماسكارا تكون مكثفة، لانها تدي لوك مش طبيعي. كأنك يعني كل ما الماسكارا بتبقى مكثفة وحابة تحطي كمان منها لايرز او حتى طبقة واحدة، بتدي شكل كأنك مركبة رموش ومش هتمشي مع باقي اللوك اللي احنا مختارينه النهاردة. كمان ممكن تحطي جوه العين كحل، خط بس جوه العين سواء من فوق او من تحت. وانا يعني لو انتي عينك ضيقه ما بفضلش خالص انك تحطي كحل بداخل العين من تحت، ممكن جاست بس على الجفن العلوي بس، عشان خاطر لو هتحطي ماسكارا بعدها فيدي تحديد لخط الرموش من فوق، ويدي برضو يبقى اللوك ناتشرال قوي. بكده انا اكون خلصت كل كل المفروض الادوات اللي هتحتاجيها للوك النهاري بتاع الجامعة. يا رب اكون افدتكم. الفيديو يمكن يكون طويل على ناس، يمكن يكون قصير ما فيهوش معلومات كتير، بس اقدر ارد على اي استفسار لكم من خلال الكومنتس تحت الفيديو. اكتبوا اي حاجة، اي سؤال، اي استفسار، انا هرد عليكم على طول وبرد على كل الكومنتس.
اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. هتوحشوني. باي باي.